جميلة، بشكركم جدا والله عليها، وكمان بشكر كل الفوانيس بقى الحلوة دي، أسعدتوني قوي. أهو رمضان داخل وروح رمضان وجمال رمضان، النهاردة آخر حلقة قبل رمضان، إن شاء الله نتقابل تاني بعد رمضان وهنكون في أحسن حالاتنا. عايزة أقول لكم حاجة مهمة جدا، إنه مع بداية الثمانينات في القرن الماضي، يعني من 1980 و1900 حاجة و80، وخاصة من 1982 بدأت الدعوات لاجتماعات مكثفة في اليونسكو لوزراء التعليم للبحث عن تعليم التربية الإعلامية في المدارس. لمواجهة إيه؟ لمواجهة انتشار خطاب الكراهية الممنهج، وده كان قبل انتشار السوشيال ميديا طبعا، لأنه الكمبيوتر كان بيستخدم لأغراض عسكرية، والتواصل عبر الإنترنت كان بيستخدم لأغراض عسكرية، وبعد كده بدأ يستخدم لأغراض علمية، فبدأ يبقى فيه في الجامعات الكبرى مواقع واشتراكات للأساتذة الباحثين والباحثين من خارج الجامعة بمقابل كبير. بعد كده بدأ النت يبقى متاح للجميع، فبدأ استثمار هذه الوسيلة سريعة الانتشار في فكرة إيه؟ مزيد من الزراعة لخطاب الكراهية، وبقت الحكاية سهلة وبتوصل للقلوب وليها دراسات إزاي ألعب بمشاعرك. وفاكرين من كذا سنة لما الناس زعلت قوي من فيسبوك علشان كان بيحط بوستات بطريقة منظمة وعلمية وبيدرس ردود أفعال المستخدمين، فردود أفعال المستخدمين جات وفقا للخطة الموضوعة، يعني المشاعر بتتلخبط جدا لما أجيب لك بوستات متنوعة وأحطها بطريقة معينة وبترتيب معين، فده بيأثر كتير جدا على مشاعرنا. هل ممكن يترك الأمر كده ولا يستثمر؟ طبعا يستثمر، وإذا ما كانش كل واحد فينا واخد باله كويس قوي من فكرته اللي جوه دماغه ومشاعره اللي جوه قلبه ونواياه اللي هو صاحي عليها، هنبقى في إيد كل حد يقدر يستخدمنا. عشان كده اليقظة والوعي تجاه تحريك مشاعرنا لازم تكون قوية جدا وكبيرة. الوعي واليقظة أهم حاجة علشان نقدر نصد خطابات الكراهية وتحريك المشاعر. على التليفون أستاذ صالح، صباح الخير. أهلا وسهلا، اسمحي لي أتكلم بلغة عامية كده. اتفضل اتفضل. لغة عايز أتكلم بها كده. اتفضل. اسكت يا دكتورة، اسكت يا أستاذ صالح، اتفضل. أكمل. اتفضل. أنا لقيت حاجة حلوة امبارح. أيوة قول قول بسرعة. في وسط الغم والحزن وزعلي على زعل ولادي وعلى زعل مصر كلها وكده، لقيت حاجة بس مش حلوة بقى بشكل ده، حلوة قوي قوي قوي. يا رب والله فرحتني. لما كان واحد يقول لي الأسعار غالية ده بتاع ويشتم ويعمل ويسوي، أقول له روح عيش في بلد ثانية، اطلع من مصر، أنت مش مصري. لقيته عنده وطنية أكتر مني. لقيت مصر كلها وطنيين، مصر كلها شرفاء، مصر صحيح. كلها بتحب البلد. صحيح. كان واحد بيفلص كده شوية بيتكلم، لا ده كلام، إنما قلبه مع البلد المصر، وده اللي موقعش مصر، يا دي اللي خلى مصر يا دكتورة واقفة على رجليها. بشكرك حب والله. المصريين لبلدهم. صحيح. ما بقتش زي ليبيا ولا زي مثلا الدول ولا العراق ولا سوريا ولا كده. ربنا يا رب كلهم. يا رب يا رب يحفظ مصر ويحفظ كل العالم العربي ويسترد قوته وعنفوانه كل العالم العربي يا رب. فانا بقيت سعيد قوي لما لقيت البلد كلها. طب والله والله اسعدتني جدا يا استاذ صالح، اسعدتني بجد يعني. بشكرك. ومن اول الماتش كده وانا بقول ايه، مهما حصل خليك في احسن حالاتك، خليك في احسن، ايوه خليك في احسن حالاتك، هنعمل ايه يعني. بشكرك جدا. انا اقول لحضرتك على حاجه. اتفضل. انت عارفه يعني المراه المصريه الزوجه لما بتزعلني زوجتي في لحظتها وبسبب حضرتك بفتكر الحاجه الحلوه بتاعتها. طب الحمد لله والله اسعدتيني. يعني بسيب الحاجه اللي هي بتزعلني فيها وافتكر الحاجه الحلوه بتاعتها، وبثواني بروق في ثواني وبرجع يا سلام يا سلام. اللهم لك الحمد، ده كويس جدا. وده كله من مين؟ من الدكتوره ناديه النشاط. ده شرف ومسؤوليه كبيره حضرتك بتحملهاني، بشكرك جدا. قبل مني بقى لاني بقول تحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر يا رب، ربنا يحفظ قيادتنا وشعبنا. آمين. يا رب ومصرنا. امين. وشكرا امين. شكرا يا دكتور، بشكرك والله، اسعدتني جدا بالمكالمه الحلوه دي. شكرا. احنا سعداء. شكرا استاذ صالح، الف شكر.